مرة أخرى نحن متفائلون. التفاؤل يقوي جهاز المناعة، والتوتر والقلق يثبط ويثبط ويقلل من جهاز المناعة. ما في شيء في الدنيا راح يستمر، حتى من الخبرة التاريخية المتراكمة عندنا نحن كأطباء وكناس متخصصين في علم الوبائيات، هذا الشيء لا قمة ولا قاع، راح ينتهي إن شاء الله. فدائما نريد نكون إيجابيين ومتفائلين إن شاء الله، ونريد نلتزم. الالتزام مهم جدا، الالتزام بالإرشادات الحكومية، بالتعليمات الحكومية الصادرة.